السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جيت خصيصا باش نهضر على الامتحان اللي دوزوه اليوم المترشحين المقبلين على اجتياز رخصة السياقة بالنظام الجديد، وجيت نعطيكم الاسباب علاش نسبة كبيرة من الناس في المغرب سقطوا في هذا السيستم الجديد. مع الاسف كيف ما توصلت بالاخبار من الناس اللي دوزوا سواء في فاس سواء في كازا او في طنجة وفي مدن أخرى بأن نسبة السقوط كانت تقريبا بنسبة 99%، يعني الناس كلهم اللي دوزوا بالنظام الجديد هاد النهار سقطوا. بحال دابا فاس كنظن واقيلا جوج فاس كامل اللي نجحوا، أكادير واقيلا غير واحد، وفي طنجة كذلك غير واحد، يعني نسبة السقوط كانت كبيرة. فأنا اليوم جيت باش نهضر على الأسباب علاش الناس سقطات في هذا السيستم الجديد، وشنو هما الحلول اللي يمكن لكم ديروا بالنسبه للناس اللي ان شاء الله غادي يدوزوا او اللي مقبلين انهم يدوزوا من بعد الامتحان. شنو هي النصائح اللي تبعوها باش ينجحوا في هذا السيستم؟ بطبيعه الحال مع الاسف المشكل اللي وقعوا فيه بزاف ديال الناس منكم وهو انهم ما مشاوش فهموا القواعد. هذا هو السبب الاول والسبب الرئيسي علاش الناس اليوم جاوا الاسئله صعيبه. مع الاسف والله يسامح شي وحدين، شنو ناضو دارو؟ قبطوا دوك الاسئله ديال المنصه، حيت كيف ما كنعرفوا المنصه اللي داروها او اللي دارتها الناصه اللي فيها 6 المحاور، بحال دابا المحور الاول هو الطريق، راه في اخر محور من كيساليو القواعد كيديروا امتحان وكيعطيو بعض الاسئله باش كيختبروا يعني المعارف ديالك في داك المحور، يعني كيعرفوك واش فعلا فهمتي داك المحور الاول هو الطريق او لا انطلاقا من دوك الاسئله. المحور الثاني قواعد السير عاوتاني فيها بعض الاسئله، والثالث الى ما ذلك. قبطوا مع الاسف بعض القنوات دوك الاسئله وصحوهم في القنوات وقالوا عاجل الاسئله الجديده 2024، فلي كونديدا بطبيعه الحال ملي يسمعوا هكا كيحسب لهم بان دوك الاسئله هما اللي نهار الامتحان يمشيو يلقاوهم كوبي كولي، فما مشاوش هما ركزوا على القواعد، يعني ما خدموش القواعد، يعني ما فهموش المحور ديال الطريق كامل من المنصه، ما دخلوش المنصه وقاو المحور الاول دوك البلايك كاملين اللي حيت حنا كيف ما كنعرفوا كاين بعض البلايك اللي تزادوا جداد اللي دخلوا جداد، دونك بطبيعه الحال حنا كنعرفوا منين شي حاجه كتدخل جديده راه هي اللي كتحط في الامتحان. بحال دابا دخلوا بعض المعلومات على الصياغه الاوتوماتيك، بحال دابا داك الزر ديال ستار ستوب راه تعطى في امتحان. الناس اللي تواصلوا معايا اليوم عطاوهم داك السؤال ديال ستار ستوب، عطاوهم بعض الانظمه بحال النظام ديال الاي اف او، واحد النظام كيكون في السيارات الاوتوماتيك. كذلك كاين نظام ديال الاو اس بي اللي هو مصحح المسار الالكتروني، كاين نظام ديال الاي بي اس، هادو انظمه اللي هي جديده بطبيعه الحال اللي هي جديده، فطبيعي بان انظمه جديده اللي ما كانتش في كود روسو او في الكود القديم فهم عطاوها في الكود الجديد او في هذه الاسئله الجديده. كذلك كاين بعض الاسئله على السلامه الطرقيه اللي هي اسئله يعني خاصك تفهم ماشي غير تحفظ، يعني خاصها فهامه. هذا هو السبب علاش الناس مع الاسف جاها الامتحان صعيب وما نجحتش، حيت مشاو كيركزوا غير على الاسئله منين شافوا ديك عاجل الاسئله الجديده 2024 كيحسب لهم بان دوك الاسئله هما اللي غيلقاو، يعني هذوك اللي كاينين في المنصه او اللي محطوطين في المنصه هما اللي غيلقاوهم كوبي كولي في الامتحان، وهذا الشيء راه ما كاينش، راه يكذب عليكم الكذاب اللي يقول لكم الاسئله راه عنده. الاسئله راه ما كاينه في حتى شي بلاصه، عندهم فقط هما، كاينه في الوزاره فقط، الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه هي اللي عندها دوك الاسئله. ملي كتمشي انت طرافو بيبليك دوز على حساب كل واحد من المدينه ديالو، دوك الاسئله كاينين غير تما، يعني ما مصغبينش، يعني كذب عليكم الكذاب اللي يقول لكم هادو هما الاسئله اللي كيتحطوا، راه غلط. هما فقط كل محور من المحاور في المنصه في اخر محور كيعطيوكم تمارين باش يتيستيو المعارف ديالكم، يعني واش فعلا فهمتوا المحور الاول ولا ما فهمتوش، فقط يعني هادوك عباره عن تمارين، اما باش حسابكم غادي تلقاوهم في الامتحان فراه ما تلقاوهمش في الامتحان. فالنصيحه اللي انا نعطيكم دابا، هادو طبيعه الحال يسقطوا اليوم، الله يعوضكم وكنتمنى لكم النجاح ان شاء الله في المغان المقبله، يعني فرات خاباش. اما بالنسبه للناس اللي ايدوزوا، النصيحه ديالي هو فهموا القواعد اللي في المنصه. المنصه ما داروهاش غير هكاك، او هاد المحاور ما حطوهمش غير هكاك، وكان ما كانوش مهمين ما غاديش يحطوها، كان راه جاو صافي خدموا لكم عادي، هما عطاوها الا وراه مهم من دوك الدروس وهما اللي غيتحطوا يوم امتحان. ودايوغ بولعجو البارح في الاخبار قالها، قال بان الا بنادم قرا دوك القواعد اللي كاينين في المنصه غيكون سهل عليه انه يجاوب على الاسئله. ف باش تنجحوا
اول حاجه ما تمشيوش دوك الاسئله، يعني ما تمشيوش اللايفات وتمشيو مثلا ليش اليوتيوب كيقول عاجل الاسئله الجديده 2024، هادو هما الاسئله اللي تحطوا نتوما كيحسبكم فعلا كيف البي دي اف كنتو كتحفظوا التصاور وكتمشيو للامتحان كتلقاو التصاور كوبي كولي، كيحسبكم حتى هذوك الاسئله اللي لقيتوهم راه تمشيو للامتحان تلقاوهم كوبي كولي، الا راه ما تلقاوش، تلقاو اسئله جديده بصيغه سؤال جديده كل شيء جديد. طريقه الحل القانون راه كيبقى هو هو، راه ما تبدلش، ولكن التصاور وصيغه السؤال راه تبدلات. يعني لما كنتوش فاهمين القواعد غيكون صعيب عليكم انكم مع الاسف تنجحوا في الامتحان. فالنصيحه ديالي هو اول حاجه تخدموا المحاور ديال التكوين اللي كاينين في المنصه، يعني تمشيو تخدموا المحور الاول ديال الطريق وتفهموا جميع القواعد الخاصه بداك المحور، من علامات الخطر الاسبقيه اللي كاينين في المنصه، علامات الاجبار، علامات المنع، نهايه المنع، الارشاد، علامات اللويحات، علامات الاتجاه، المواقع، داكشي كله خاصكم تضبطوه، تضبطوا طبعا بحال انواع الاضواء، حيت الاضواء كاين فيهم اختلاف، سورتو اضواء الوضع، شحال هذه في السيستم القديم في الشتاء ولا في الثلج ولا في الضبابة ما كانوش كيتشعلوا، دابا ولا واجب عليهم يتشعلوا في المطر وفي الشتاء وفي الضبابة، سورتو يعني كتكون داخل المدينه وكيكون نهار، هادشي كاين في المنصه. دونك كاين تغييرات جديده اللي خاصكم تكونوا عارفينها، فباش تعرفوها خاصكم تكونوا ديجا فاهمين المحاور اللي كاينين في المنصه. انا كنقولها ونعاودها، ملي دوزوا المحور الاول وتفهموا القواعد، بعدا دوزوا المحور الثاني قواعد السعر عاوتاني تفهموا جميع القواعد اللي عندها علاقه بداك المحور، من حساب مسافات، من اسبقيات، من وقوف وتوقف، من بعض مثلا كيدير تركب الرويضه كاين واحد المعلومات عطينهم على الحوادث وعلى الاسعافات وعلى اعطاب في العربه، وعطين بعض الاجراءات الواجب اتخاذها انت كسائق، عطين بعض المعلومات على السرعه، يعني السرعه اللي كيمشي بها كل صنف، يعني هادو مسائل خاصكم تكونوا فاهمينهم. دوزوا المحور الثالث السائق تفهموا عاوتاني قواعد السائق كاملين، دوزوا المحور الرابع ديال المركبه، وهذه هي اللي هذا النهار اكدوا عليها الناس اللي تواصلت معاهم اللي دوزوا بزاف، عطاوهم من المحور الرابع اللي هو المركبه، عطاوهم دوك الانظمه، النظام ديال الاي اف او، تحط لهم داك النظام ديال ستار ستوب اللي كاينين في الاوتوماتيك. هادو ديجا انا كنت درت واحد المعجم خاص ببنك الاسئله الجديده، يعني داك المعجم اللي غيتحط في الاسئله اللي مع الاسف ما تشافش بزاف، وهذاك انا كنت قلتها في الاول، قلت لكم بانه مهم، وانتم ك دي كونديدا دوزوا الامتحان سيروا شوفوا داك المعجم، معجم خاص ببنك الاسئله الجديده مهم، وراه ديجا كنت شرحت في داك المعجم داك الانظمه ديال الاي بي اس، كنت شرحت النظام ديال ستار ستوب، كنت عطيت عليهم واحد الشرح في داك المعجم، وعادي ان شاء الله نولي منين غادي نوصل للمحور الرابع، حيت دابا انا في القواعد، يلاه مازال في المحور الثاني كنشرح لكم قواعد السير، مازال ان شاء الله انا كنحاول والله كندير مجهود باش نزرب لكم او موفر ندان نكون كملت لكم هاد المحاور بسته، باش على الاقل يكونوا عندكم القواعد، حيت اذا كانوا عندكم القواعد وفهمتوهم راه يستحيل ما تنجحوش، نقولها لكم من دابا يستحيل. مي خاصكم تفهموا القواعد المحور الاول، المحور الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، عاوتاني تفهموا القواعد، المخالفات والعقوبات كاملين، ودوزوا المحور السادس، المبادئ الاوليه في السلامه الطوقيه. منين كتفهموا القواعد عاد دوزوا للتمارين، وهذا هو الغلط اللي داروا، هو ان الناس مشاو كيحفظوا غير التصاور، صافي شافوا عاجل الاسئله الجديده، مشاو كيحفظوا غير داك الشيء، ما فهموش القواعد كاملين، منين تعطى لهم اليوم الاسئله ما عرفوش يجاوبوا، حيت تو سامبلومون ما فهموش القواعد، ما فاهمينش. دونك وشوفهم، دونك خاصكم تفهموا القواعد من الاولى، ديك الساعة ملي تفهموا المحاور بالساعة دوزوا التمارين، وسيروا المحور الأول وشوفوا التمارين اللي محطوطين في المنصة اللي عطاوكم هما في المنصة، أو تاني المحور الثاني شوفوا التمارين دوك اللي سيري أو داك الأسئلة اللي عطاو هي غادا، ديك الساعة ملي كتكون فهمتي القواعد وضبطتي دوك التمارين أو دوك الأسئلة اللي عطاو في المنصة، راه ما يمكنش ما تنجحوش، 90% راكم ناجحين، ولكن خاصكم تكونوا فاهمين، ماشي غير حافظين التصاور أو غير حافظين القواعد، خاصكم تكونوا فاهمين القواعد. هذاك علاش أنا فلاشين ديالي، انا كان بامكاني انا ندير الاسئله راهم عندي، كان بامكاني نجيني انا نشرح لكم الاسئله، ولكن انا ما بغيتش ندير هذه الطريقه، بغيت اول حاجه نشرح لكم بعدا المعجم الخاص ببنك الاسئله الجديده، يعني داك المصطلحات الجديده اللي غتلقاوهم في الامتحان، بحال التتاؤب، الحده البصريه، القوه الديناميكيه، بحال النظام ديال الاي بي اس، النظام ديال الاي اف او، النظام ديال ستار ستوب، بحال هادو، حيت هادو هما اللي لقاو اليوم في الامتحان. من بعد منين درت المعجم نط
كنشرح لكم القواعد باش بعدا تفهموا. راني دايور حطيت المحور الاول كله وما جبتوش من راسي، راه من المنصه، غير هو الخصو بطريقتي انا، حيت كاينين الناس قارين وكاينين الناس اللي ما قارينش، اللي ما يفهموش المنصه، حيت المنصه محطوطه باللغه العربيه الفصحى، فكاين اللي ملي يقرا داك الشيء يجي صعيب وما يعرفلوش، فانا حاولت نلخص لكم واحد الطريقه اللي هي سهله. ولكن غادي كل المعلومات كاملين اللي دابا انا كنشرح لكم راه جبتها من المنصه، ما جبتهاش من راسي. دونك انا شرحت المحور الاول ودابا راني في المحور الثاني، ومازال غادي ندير لكم الثالث والرابع والخامس والسادس، نكمل لكم القواعد باش تبازاو وتفهموا، عاد باش ندوز لكم التمارين. ديك الساعه عاد نعاود عاد غادي ندير لكم التمارين اللي كاينين في المنصه، اللي هما ماشي هما اللي غيتحطوا في الامتحان. انا كنقولها ونعاودها باش الا جا شي حد وقال لكم راه هادوك هما اللي غيتحطوا، راه كيكذب، راه ماشي هادوك اللي غيتحطوا. فعلا غيكون تقارب، ولكن راه الاسئله اللي غتلقاو في الامتحان غيكونوا تصاور مبدلين وصيغه السؤال مبدله. ولكن الا كنتو فاهمين القواعد ديال المحاور اللي كاينين في المنصه وخدمتو دوك التمارين اللي هما ك كي كنقولوا كتوظيف لدوك القواعد اللي فهمتو، فكن اكيد انكم اي سؤال تطرح لكم يوم الامتحان اتعرفوا تجاوبوا عليه. والدليل على ان كيفما نسبه كبيره سقطات، راه كاينين فجوج نجحوا. علاش دوك الجوج في نظركم نجحوا؟ حيت كانوا فاهمين ماشي حافظين. دونك هما علاش نجحوا؟ نجحوا حيت كانوا فاهمين. يعني اللي كيفهم راه ينجح، ولكن اللي كان غير حافظ التصاور راه طبيعي ما ينجحش. وهذا مع الاسف هو الغلط اللي وقعوا فيه لي كونديدا اللي دوزوا اليوم، انهم مشاو حفظوا غير سياقاتي وداكشي ديال البي دي اف، وكاين اللي مثلا شاف عاجل الاسئله الجديده مشى خدم داكشي بلا فهمه، يعني غير كيحفظ التصاور وهذه هي النتيجه، او يعني حفظ غير بعض المسائل، يعني ما ركزش على المنصه كامله. يعني خاص الانسان يركز على المنصه كلها، يعني المحور اللي يطيق خاصو يفهم كل شيء، وقواعد يعني هذا الشيء كله اللي كاين في المنصه خاصو يفهمه كامل، يعني فقره فقره، حيت اي حاجه تقدر تحط لكم يوم الامتحان. دونك هذاك علاش هذه هي النصيحه ديالي. اول نصيحه وهي تفهموا القواعد كيف ما قلت لكم، يعني تفهموا المحور الاول الثاني الثالث السادس القواعد انا كنقولها ونعاودها. وثاني حاجه عاد تمشيو التمارين وتخدموا التمارين بشويه عليكم، ومنين تخدموا هادو بجوج تحاولوا تشوفوا داك المعجم الخاص ببنك الاسئله راني ضايور انا شارحه. ومنين ديروا هذا الشيء بالنسبه للناس اللي بحال دابا ما مزروش بيرمي، كنصيحه من عندي ما يدفعوش دابا، بلاتي عليكم حاولوا بعدا تفهموا ضبطوا القواعد ديالكم عاد دفعوا باش تمشيو تدوزوا. اما واحد ما فاهمش حافظ غير داك البي دي اف، البي دي اف راه ما بقاش كيتحط، الاسئله كلهم اليوم شونجي، كلشي تبدل، يعني ما بقاش كيتحط. فحاولوا تركزوا على القواعد. دونك كنتمنى هذا الفيديو اللي خرجت به يكون افاده لكم، تكون استفدتوا ولو شويه، وتحاولوا ديروا بهاد النصائح اللي بالنسبه للناس المقبلين ان شاء الله يدوزوا من بعد. حاولوا الله يعطيكم الصبر تفهموا. انا عليا ان شاء الله غادي ندير المجهود الكبير على انني فرمدان كون كملت لكم القواعد هاد المحاور. انا ديجا راني حطيت لكم المعجم الخاص ببنك الاسئله ديجا، يعني سيروا غير البلاي ليست تلقاو الدوسي فيه 13 فيديو شرح لكم جميع المصطلحات الجديده اللي غتلقاو في الاسئله الجديده اللي دابا كيكونوا في الامتحان. المرحله الثانيه انا دابا كنخدم لكم القواعد، دابا راني المحور الاول ساليت والمحور الثاني هنا فيه، ان شاء الله قريبا ساليه باش ندوز للثالث، ونبقى غادي لكم بالترتيب تنكمل لكم المحاور بسته باش تفهموا القواعد وهما الاساسيين، ومن بعد عاد ندير لكم تمارين اللي ناخذهم بطبيعه الحال من المنصه ان شاء الله باش تفهموا دوك القواعد. واذا خدمتوا غير هذا الشيء وضبطتوا القواعد راه ما يمكنش ما تنجحوش، كون اكيد انكم تنجحوا. دونك شكرا على التتبع، ما تنساوش تابوني معايا في لاشين يوتيوب كرم حسين، في الفيديو الجاي ان شاء الله نتلاقاو.